السلام عليكم احبابي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم في كل بلاصه في العالم؟ كنتمنى لكم الخير وكنتمنى تكونوا سعداء وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديالنا اليوم. هو صراحه قدمنا تحت طلب واحد السيده قالت لي في الكومونتير، قالت كما احبذا للدرتينا السوشيو وانا ندير الاقتراح. كيبقى هو هي من الاكلات اللي كتكون غاليه، هي بسيطه، داك السهل الممتنع، سهله واعره، ولكني كيتشهى بنا كلشي ياكلها في المحلات، يعني بواحد الثمن اللي هو غالي بزاف ماشي في متناول الجميع صراحه ربي. لهذا ارتأيت نديرها لكم انا اليوم في الدار، ولكن الصراحه ماشي انا اللي غنديرها لكم، غاديرها لكم انت هي اللي غتقدمها لكم، حيت هي مهووسه بالطبخ الاسيوي، ولهذا شاركتها معكم وكنتمنى لكم الخير ان شاء الله. وانتم كتشوفوا الفيديو كنعاودها ثاني. شكرا وفرجه ممتعه. السلام عليكم. الطبقه ديال الرز متكونه من الرز، رز داك الرقيق داك ديال الحليب اللي كنديرو حنا اللي كيتعجن، مقدار ديال الرز، الماء، الملح، السكر، وخل الارز. المقادير كلها بالضبط غتلقاوها في صندوق الوصف. اول حاجه غادي نطيبوا الرز مع الماء، غنديروهم يطيبوا في الماء بارد المده ديال 15 دقيقه. ان فوا دوز 15 دقيقه نطفيو العافيه ونخليوه حتى يبرد، يبرد كاريمون، ديك الساعه نتلاقى معاكم. الرز كما قلت لكم بعد ما طفينا عليه من الشكل تيولي ما شرب داك الماء ديالو كامل تيشربو هكا. دابا غادي ندوزو للمرحله ديال التبريد ديالو، نزيدو عليه لي زانغغيديون اللي قلت لكم، السكر والملح والخل. انا غادي نخليكم مع الشاف هو اللي غادي يصاوب لكم هذه الاكله، لان مهووس مهووسه بنتي، مهووسه بالاكل الاسيوي اللي غتقدم لكم هذه الوصفه. غادي ندير 4 المعالق ديال الخل الرز هما الاولين، وجوج معالق ديال سنيده سكر سنيده، ومعلقه ديال الملح. غادي نخلطو دوك العناصر كاملة تتجانس كاملة فيها. داك الرز غادي يتبرد وتحطو داك الفينيكاد. من بعد ما بردناه غنجمعوه هكا وغادي نغطيوه بواحد الشيفونه تكون فازقه بما بعد باش ما يديرش ديك القشره الفوق. غندوزو لي زانغغيديون الاخرين. المقادير ديال الحشوه ديال السوشي ديالنا عباره عن الحصيره هي الاولى باش كتساعدنا في الخدمه، وكنغلفوها ببابي سيلوفان، عندنا اوراق النوري اللي كيتباعوا في المحلات الكبرى في الجهه ديال المطبخ الاسيوي، عندنا السلمون مدخن. حنا ما بغيناش نديروا اصلا كيدار بالسلمون طري، مي حنا ما فعدتناش ناكلوا السلمون طري، درنا السلمون مدخن. كاين عندنا السوريمي، الخيار، ولافوكا عصرنا عليها شويه ديال الحامض باش ما تكحلش. دابا غندوزو لطريقه الاعداد. بدايه كنشدو داك الورق النوري، عنده جوج وجوه، واحد الجهه اللي هي ملسه وواحد الجهه اللي هي خشينه. كنشدو الجهه الملسه هي اللي كنديروها لتحت، وديك الحرشه كنديروها لفوق. كنشدو الرز كنحاولو نسرحو، كندير واحد الطبقة اللي تكون ماشي رقيقة ماشي غليظة، بين وبين هانتوما كيما كتشوفو في الفيديو. شتي الرز من بعد من ديك الخلطة بدا متماسك مع بعضياتو كيما شتو معايا، مهسا مكملوش الرز للخر، كنخليه واحد 3 سنتيم هكا فين تلوى في الدار الرول.
كنشدو داك السلمون كنستفو هكذا كما كتشوفوا. كنتمنى داكشي يكون واضح ومبسط. نديرو الخيار، عويدات الخيار، نديرو لافوكا، كتزيرو مزيان. هذا هو السر ديالو باش كيجي طاير، كيشد ديك الدوره ديالو مزيان. وديك الحسره علاش كنديروها؟ كتعاون شي كنحبسو فيه النفس مزيان. كنعطيو الشكل دائري، الشكل دائري كيتزير مزيان. غادي نخليه يرتاح شي شويه، ديك الساعه نقطعو. دابا درنا هذا الشكل اللي هو النوري البر، غندير واحد الشكل اخر اللي هو النوري تيكون في الداخل. المهم تبعوا الفيديو، وكنتمنى تكون الصوره واضحه لكم مزيان. دائما الجهه الملسة تحت ديال النور. هذا كما قلت لكم تكون الجهه ديال الروز هي اللي غتكون على برا. نسينا ما ذكرناش قبيله في المقادير شويه ديال الزيت المعلاه اللي هو السمسم. غنديرو خيار، غنديرو السوريني، دائما تنوركم مزيان باش ما كتبقاش الهواء لداخل، باش ملي نبغيو نقطعو يجينا ساهل في التقطاع. صافي كنبقاو مستمرين هذا حتى كنكملو الكميه اللي عندنا ديال الرز كامله. هذا الشكل الثاني، نديرو الشكل الثالث اللي غيتقلى. دابا غنديروا الطبقه الخارجيه اللي غادي نقليو بها داك السوشي اللي كيتقلى. غندير واحد المقدار ديال الطحين الفوس، الطحين الابيض، شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود، وبيضه. كنحطو دوك العناصر اللي خص الماء كنزيدو.
غادي نصبوا ديك الخلطه في واحد ريسبيون اللي غادي يكون كبير باش غادي نخشيو فيه داك الحراب ديال السوشي. فهاد الاثناء احنا دايرين البركات السخون والزيت باش تقلى، غتمرمد في هذاك الشيء كامل وتدوز في الشابلو. سمحوا لنا على الازعاج، واحد الكلب راه الله يسمح ليه. غندوزو في الشابلو مزيان، صافا غندوزو نقليوها قلي عادي ونتلاقاو بكم ان شاء الله. غنديرو ست ثانية بحال هكداك نتلاقاو بكم. ملي تقلى السوشي ديالنا الشكل ديالو النهائي كي تيجي تيتحمر مزيان. دابا ندوزو المرحلة ديال التقطاع ديالو، دائما واحد الشيفونة فازكة وكنبداوه من الوسط. كل بودة غادي يعطينا 8 ديال كل بودة غادي يعطينا 8 ديال الرونديلات. وعلى فكرة الموس يكون ماضي مزيان. هانتوما كما كتشوفو الشكل النهائي ديالو كي تيجي. ضروري من هاد العملية ديال التفزاك لأن الرز تيلصق، كما عرفتو راه الرز معجن كيلصق في الموس. باش تكون الخدمة نقية خصو ضروري كل تقطيعة تمسح. صافي نكملو بنفس الطريقة اللي بوداه كامل من الشكل تيجي، يجي رائع. طبق في الحلة ديالو النهائية نتوما كيما كتشوفو تبارك الله، ما كاينش بزاف ديال المقادير في شحال خرج لنا، يعني خرج لنا بزاف. وكنرافقوه بصوص صويا صوص، وطبعا الادوات ديال الاكل باش كيتسكال كنهزو بالعويدات وكنغطسو في صويا صوص وكنتناولو بالصحه والراحه. والى فيديو اخر ان شاء الله، كنتمنى تدعموني